كملي فوالا اكزاكتلي. انت واش فين؟ شكون انا؟ لابس فيو فيو انا كازاو هذا بيضاو. اوكي نو بروبليم. دابا نتوما عايشين فين؟ مالمو. مالمو اوكي مالمو الجنوب ديال السويد قريب للدنمارك. يلا قول لي ليا واش بغيت تبقاو في السويد ولا غادي تمشيو ترجعوا عاوتاني لهولندا ولا فاش؟ لا لا بقاو في السويد اخويا. تلقيت جوج ديال الفيزات ضروري. ويلي 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 الحل. يلا ورينا ورينا الحلو. لا ما معاناش. نعم فين هما التيتيز؟ لا ما كاينينش. دابا راس العام دابا كيمشيو مع والديهم والعيد. كتكفتو لا كاين واحد لا كنضربو الطبون هنايا. وانت منين؟ انت منين؟ انا من كازا. بيضاوي بيضاوي. اوكي بلاتي نشوف الدري الاخر. انت منين اخويا؟ كازا. انا اسكي اسكي. اوكي دار على الاخر. هاد الدري انا ما عرفتش. انت منين اخويا؟ كازا بدر. كازا مستوى الدراسه شنو كتقرا؟ البكالوريا. اشنو؟ البكالوريا. باكا كنقرا الكوميرس باقي ما شديتهاش. الا شديتي الباك كتبقى في البلاد ولا تخرج حتى انت؟ راه غنمشي باينه غنمشي غنمشي فلوريد كريك. يلا بلاتي بلاتي غادي نبداو مع اللي كاينين في السويد. مسابقه ولا شنو بغيتي نتوما دابا؟ مسابقه 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 فيها 10000 درهم غادي تجاوبوا من هذا السؤال. المستوى الدراسي ديالكم شنو هو؟ انايا سينكي ياماني. انا السانكيام ماني بجوج. سانكيام ماني. المهم مسابقه غادي تجاوبوا غادي تربحوا معايا 10000 درهم. جاوبوا دغيا. زيد قول اخويا بسم الله. ما هو لون رئه الانسان الطبيعي؟ احمر. احمر اصفر ابيض وردي. وردي. بارك الله عليكم. وردي. شو مريات ديالكم خسرتوا هذا دابا؟ لا 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 سوريا. فلسطين. سوريا سوريا. غشتكم عشت لكم جوج سوريا وسكون. مالك. يلا زيد نتايا. المدينة قلتي كازا نيفو باك مازال ما شديتش الباك ومن كازا. من كازا مرحبا. شحال السن ديالك؟ كان سماك. انا 24. 24 سنة، أشنو بغيتي دير في الحياة ديالك؟ أشنو هو العلم ديالك المستقبل إن شاء الله؟ أنا بروجيات السي بدر. باغ إكزومبل، عطينا أن إكزومبل الله يخليك. بيع الزقة بدر. رابط قوي. لا حبيبي بلاش بلاش بلاش. قال لي كيدير المخدرات ما كنتهضرش معاه. اللي بغى يطلع يدير لكم الكومونتير كومونتير كطلع الناس من الكومونتير ديروا الدرابوات ديال الدول ديالكم الله يخليكم كل واحد يدير الدرابو الدول ديالو ومرحبا بكم. اللي عنده كونيكسيون انوي اتصالات ميديتال اورانج بين جيبوا لي وزير اتصالات غنخشي بزكو داك القلاوي ما قدامش. سلامك سلامك. المدينه ديالك السن ديالك الحياه ديالك والي 22 سنه اوكراني. والي 22 سنه من اوكرانيا. شنو بلاصه في اوكرانيا اخويا؟ دنيبرو. وريني داك التخربيق ديالك من الشرجم. نصبر. شنو سميت هنا؟ دنيبرو. دنيبرو عاصمة اقتصادية. نسيت العاصمة ديال اوكرانيا. اوكي يلاه رجع للدار رجع للدار. مسابقة بادر مسابقة. مسابقة شنو كتقرا في اوكرانيا؟ شنو كتقرا؟ خويا كنقرا فارماسي تروازيام ان. شحال بقالي تاخذ الدبلوم ديالك؟ شحال باقي لك تاخذ الدبلوم ديالك؟ وي باقي لي هاد العام وعامين اخرى. اوكي واللي خديت تاخذ الدبلوم ديالك غترجع للبلاد؟ لا وعياشي ومين طونو؟ خويا ما رجعش المغرب. يلا جاوبت من هاد الاسئله غتربح معايا 10000 درهم. 10000 درهم قول لي 10000 درهم دابا اوكرانيا شحال فيها من القحبه؟ خويا عندك شي 20 20 قهوة. يلا جيبهم في الويكند.
جاوب. كم من إمارات تتكون الإمارات العربية المتحدة؟ كم من إمارة تتكون الإمارات العربية المتحدة؟ 5 6 7 8 6. بين ست الإمارات السودية. أنا شتقدر أخسر جزء الإماراتين لومع. طلع اللي عنده كونيكسيون انوي اتصالات ميديتيل اورانج واحد تمشي القلاوي اللي بغى يطلع في اللايف يصيفط ليه. انا كنصيفط لكم ما كتجاوبوش راه اللي صيفط ليه ما غنتسناش 100 عام باش يجاوب. اللي كيجاوب دغيا راه كنهضروا معاه. ديروا الدرابو تاع الدول ديالكم في الكومونتير ومرحبا بكم في البرنامج ديالنا الى الساعه 6 صباحا بتوقيت سيدني أستراليا. السلام عليكم. واش خويا بدر صافا بخير؟ المدينه ديالك السين ديالك التفاصيل ديالك التفاصيل ديالك. انا خويا ولد كازا مشيت 5 سنين وانا اسبانيا 20 عام وفي 10 سنين دابا في الانجليز. يعني انت شحال في عمرك؟ انا 35. 35 عام درتي شحال في اسبانيا؟ 20 عام في اسبانيا سراغوسا و10 سنين دابا في الانجليز في لندن. جيتي لاوروبا عندك 5 سنين. واش كتهضر نتايا دابا؟ كنهضر اسبانيا، كنهضر لونجلي، كنهضر الرومانية حتى هي، وكنهضر العربية، فرونسيلا. مزوج مطلق عندك شي وليدات؟ عندي بنتي وعندي مراتي. ما كاينينش دابا مصاحبي. That's good. No. Okay, no problem. أشنو قريتي نتايا؟ أشنو قريت؟ أش كدير؟ أنا ما كنخدم ما والو، كنلعب بوكر أونلاين. فلوسي كنجيبهم من تما. خدام بوكر؟ شحال كتضرب في السيمانة نتايا؟ انا نقدر نضرب كنلعب تورنوات نقدر نضرب 5000 6000 نقدر 3000 بحال كندير. واش انت مليونير ولا ملتي بليونير ولا لا 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 نقدر نعوض نقدر ماشي دابا خاصك تلعب وتعرف كيفاش كتلعب ماشي زعما جو لعب ما كنقمرش انايا ما كنقمرش كنلعب عارف راسي شنو كندير فهمتيني. المهم شحال تقدر تجيب نتايا في السيمانه البوكر؟ شحال نقدر نجيب 1500. انا كنضرب حساب ديال العام ماشي ديال السيمانه ولا كنشوف شحال خسرت ولا في العام. وريني الناموسيه ديال البوكر ديالنا فين كينعس. يا خويا كيف تدور الكاميرا يا كتشوفها يا مزيانه مزيانه ما بيهاش ماشي ديال البوكر. بوكر مهم لا راه هذا عشان ولا دوك البوكر راه كتكون زوينه في دوك الثلاثه ديال السخونيه فهمتيني اخويا بدر. يلا قول لي شنو بغيتي في اللايف. انا باغي نعاود لك نكته وباغي مصابه. هو حيد لك من الميكروفون راه الصوت شويه ما كنسمعكش مزيان. دير ايربوس خويا دير ايربوس مزيان. حيد ايربوس حيدو. واه انا خويا كنسمعك كتسمعني كتسمعني دابا كنسمعك مزيان. يلا زيد عاود النكته باقي ما تقاطعنيش خليني نهضر. لا زيد اش غتقول زيد؟ قال لك واحد الراجل مجوز ثلاث عيالات ساكن في بيت واحد ياك؟ واحد النهار عرض على صاحبه قال ليه والو جا عنده صاحبي راه حبيك قالو كل شيء قال لي والله تبات اليوم هو ساكن في بيت واحد وهو مجوز ثلاث عيالات ساكن في بيت واحد قال لي والو اليوم تبات معاه قال صاحبه اليوم تبات معاه قال لي لا خليني نمشي للدار قال لي لا بعيده قال لي بقى اليوم بقى عندي هنا صافي قال لي الراجل صافي نبقى نبات معاك صافي بات معاه صافي ملي مشاو نعسو داك الراجل ناعس مع ثلاثه العيالات ديالو ناعسين شويه وحده هي جايه النغله هي تنغز الراجل قالت لي والو دير لي دابا قال لي ويلي راه الدري الراجل حدايا وحنا ساكنين في بيت واحد وهذ قالت لي لا والو دابا دير لي قال لي عاش غديري غادي تحلي الثلاجه الضو غادي يضرب لي في وجهو الا شتي ناعس رجعي صافي مشات المراه حلات الثلاجه ضربت لي الضو في وجهو شافته ناعس قالت لي صافي راه ناعس كاو ويعطيها بق 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 سلم منها الثانيه قالت لي والو والله حتى انا دير لي قال لها اش غديري غديري نفس قضيه غادي تمشي تحلي الثلاجه الضو الا لقيتي ناعس رجعي صافي
صافي مشات بق 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 الاخرى حتى هي قالت لي والو حتى انا نوبتي صافي لا ميم شوز صافي داز الغد جا الغد وهادي كيف من دار صاحبو كيف فطرو ويقول لي قال صاحبو كيفاش نعس مزيان قال لي نعس مزيان ولكن نعست عطشان قال لي ويلي صاحبي الثلاجة حدا كون عستي عطشان قلت لك باش ينوض الثلاجة اللي حل الثلاجة كتحوي دابا دخلت عليك بالله اش كتحرق هاد القلاوي هذا واش نتا حمار اخويا خويا ما در مصلاة بغات تقود من هنا هذا راه بورنو درتينا بورنو وما كيتحاش هاد القلاوي هذا غنشدك غنحلك غنفتح لك الزكوك غنخشيك في الثلاجة وغنخشي لك 5 كيلو ديال البطاطا ديال بيكرا كاينة في النواحي ديال السوس في الزكوك غادي تنوض غتنوض فيك الشعرية المقلية واش هضر دير خوجك دير وجهك حيد الكمامة هاي السلام عليكم بدر بخير يا خويا بلاتي وحدك المدينه ديالك سيدي الحياه ديال القصيره ديال الفصيله ديالك قال لكم انا ايمن فرنسا 22 عام 13 عام ايمن فرنسا شنو بلاصه فرنسا انا في ليل شحال السن ديالك اكزاكتومون عندي 19 عام يلا العام الثاني عندي في فرنسا شحال كتعيش فرنسا دابا انا اكشوالمون كاين في اسطنبول جاي مسافر فاكونس وا اكزاكتومون مشيتي للتقسيم حدايا انا في اوتيل حدا تقسيم شتي القحاب ديال المغرب شحال شنو داروا فينا خويا الشوه تماك يا با بروبليم اون سون فو شتي القحاب ديال المغرب شنو داروا فينا في الشوه ديالنا المغاربه كاملين مشوهينهم ولاد القحبات بادر اون سون فو شوف انا جاي غير توريست حل القحاب ديال المغرب شوهونا في طوكيو جيت غير توريست هنايا وشفت بزاف د الحوايج لا دابا كنسولك شتي القحاب ديال المغرب شنو داروا في طوكيو ولا ما شتيهمش خويا راه دايرين بوم هنايا وسير جيب واحد جوج القحاب وحوي مع كراكوس الناس نو بغيت المسابقه المسابقه على جو تونا دا سيره تربح معايا فازي يا باسطر جو دغيا وحده قياس القوه الفولت الجول نيوتن باسكال القوه عاود لي عافاك الفولت الفولت الجول نيوتن ولا باسكال نيوتن تبارك الله عليك قال لك في هذه الاسئله تربح معايا مليون غازي ما هي ارض كنعان مصر اليمن فلسطين العراق بديغه كنعان مصر اليمن مصر ارجع دغيا خشي لك 5 د كنعان والله العظيم طقطق ما كيولد القحبه ميرسي الله ينعس الطفال امكم اولاد القحبات والله العظيم الزمن بكم غنشدكم نديكم للتقسيم غادي نوزع عليكم شي مهاجر هاي واي الو ياي هاي دون الو يس انا خايب هضره هضر مع الدري كومبلي بغيت نهضر I'm gonna talk in French in English or in Arabic so just tell me something okay I will tell you something where do you live I live in Canada you live in Canada okay you live with Moroccan guys yes I do this is my little boy okay take him to bed and take care of him and talk to you later السلام عليكم وعليكم السلام خويا بدر بخير المدينة ديالك أخويا السين ديالك الحياة ديالك التصيلة ديالك الفصيلة ديالك فرنسا بوردو فرنسا خويا بوردو
بوردو شحال دابا عايش في فرنسا؟ 20 عام. 20 عام. وشنو كدير في الحياه ديالك دابا حاليا؟ انا كندير اونتربرونور. انت فيك العسقه هبط قوي فيا طب امك يا ولد القحبه غنشتك غنحويك في فرنسا هبط قوي هبط انا نزل البوك نعس ليا بحال شي قحبه ما طول داك القحبه هضر معايا واش حنا كنهضروا معاك ولا انت نعس ليا كوسول صباح اخويا المدينه ديالك اخويا السين جات الحياه ديال التصيره ديالك التصيره النقطه السوداء ديالك حاتم برشلونه 24 عام كنقرا حاتم برشلونه 24 سنه كيقرا شنو كيقرا حاتم كنقرا شنو تقرا وي بادر هاي هاي السلام عليكم بادر المدينة ديالك السين ديالك بعدا انت شحال السين ديالك 14 هبط قوسي دير لي كوش الله سير عندي انك تنعس سيرت ناس عندي انك سيرت ناس عندي انك انك بالعربية هي ماماك ماماك اون فرونسي عشان احنا نهضر مع لي دي ميناء طلع اخويا طلع دير الدرابو ديال الدول ديالكم اللي عنده كونيكسيون اينو اتصالات ميديتيل اورانج ما خدامش هاك القلاوي نجمة ستة غتجيبوا لي وزير الاتصالات انا خشي فيه 5 كيلو ديال النجمة ستة تفزكو ما كاينش نجمة ستة في العالم كاين غير في البلاد سلامكم سلامكم المدينة ديالك السين ديالك الحياة ديالك التصيرة ديالك الفصيلة ديالك ياسين 27 عام من أكادير ياسين 27 سنة من أكادير شنو كيقرا ياسين؟ يا أنا خدام كونطابل في واحد الشركة ديال الفلاحة الله يسهل عليك قول لي شنو بغيتي في اللايف وشحال بجيتي الباك ديالك خويا شديت الباك ديالي ب 13 وشنو بغيتي في اللايف ديالي؟ بغيت مسابقة بغيت نهضر لك على التشكيلة ديال المنتخب ونهضر لك على الولاد القحاب اللي هاد القجع هاد ولاد القحاب اللي دايرين هاد الروينه اللي كيتفلاو على المغاربه انا عندي 38 سنه وانا ما عمرني شفت المنتخب المغربي ربح شي قلوه وهاد هاد القجع وهاد ولاد القحاب اللي دايرين هاد الروينه في البلاد مع الملك والقجع وعخنوش وهاد ولاد القحاب كيدخلوا اللي بغاو في المنتخب كيخرجوا اللي بغاو كيجيبوا المدرب اللي بغاو كيدخلوا المدرب اللي بغاو وكيديروا لنا الروينه ولاد القحاب وغيمشيو عاوتاني الكاميرون غيهزوه المهم يقول لنا راه فيهم كورونا الميزانيه مشات الميزانيه ديال المغرب مشات اش غدير اش غدير راه ولاد القحبات ولاد القحاب القجع ديالنا تما البرلمانيين نفس البرلمانيين الملك نفس الملك الفلوس اللي كتخسر في القصور والغازون والماء نفس الحاجه البرلمانيين ناعسين كيصيفطوا الولاد ديالهم لامريكان وكندا كيقراو ولاد البلاد كيحرقوا كيموتوا في البحر داكشي ما كايناش لومبلونس ما كايناش السبيطارات ما كاينينش ولاد القحاب تاع الجامعه ما كاينينش كيشفروا البلاد بهاد القحاب دايرين واحد نيغوسياسيون مع المدرب قالوا له ودي راه كان عندنا واحد المدرب كنخلصوا ليه 300 مليون دابا الا بغيتي تبقى معانا نعطيك 50 مليون وناخذوا حنايا 100 مليون المهم انا وبقى معانا وجانا هذا المدرب هذا خرج لنا اللاعبين جاب لنا هذوك ولاد القحاب حتى هما غيمشيو للكاميرون يهزوه ولاد القحاب وغادي يرجعوا عاوتاني يقول لك راه في كورونا ضربهم التسمم زبي القلاوي 38 عام ما عمرني شفت شي حاجه والله الا نعاود طبوا امكم ولاد القحاب هبط انت تقاود من هنا يلا تقاود هبط الجامعه القجع 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 عيدوا لنا ولاد القحاب عيدوا لنا البرلمانيين عيدوا
حيدوا علينا هاد ولاد القحاب اللي خرجوا على البلاد هبط قوي نجاوب حيدوا علينا هاد ولاد القحاب اللي خرجوا على الصحه وخرجوا على التعليم وخرجوا على الشباب وخرجوا على المغرب وخرجوا على المنتخب الوطني وخرجوا علينا على الرياضه المغربيه وخرجوا على كل شيء واش نتوما ولاد القحاب ما كتشبعوش واش انت تطبل امك عندك القصر وعندك طوموبيل وعندك فيلا وعندك وباقي شادين الروانتين البلاد